أخبار اليوم. والله أنا مبسوط النهاردة إن أنا يعني واحد من المدعوين في برنامج نينجا ووريور، ومبسوط إن أنا موجود في سهل حشيش. يعني دي جنة من مجموعة الجنان اللي ربنا أنعم بيها على مصر. يعني مصر مليانة أماكن رائعة وأماكن، وكل مكان لي طابع. مصر اسكندرية، سينا، شرم الشيخ، جنوب سينا، الأقصر، الأسوان، صعيد مصر، دلتا، كل حتة في مصر لها طابع. هنا سهل حشيش دي يعني لها طابع لوحده، منفصلة، وجو ومناخ رائع. أنا مبسوط إن أنا موجود فيها النهاردة، ومبسوط إن أنا موجود في أقوى برنامج في العالم، نينجا ووريور. ده برنامج قوي، أنا شايف إن هو هيكون مفاجأة للوطن العربي كله إن شاء الله، وهيكون في عدد كبير من المتسابقين، هيوصلوا لعشر تلاف متسابق هيجوا هنا على سهل حشيش من كل الوطن العربي، هيتفرجوا على سهل حشيش الجميلة بناسها، بأماكنها، بطبيعتها، بالمناخ. إن شاء الله هيبسطوا، وإن شاء الله البرنامج يكون يعني يكسر الوطن العربي. والله لا، يعني بص، يعني أنا دايما الحمد لله إن أنا كل عمل بقدمه بيكون يعني بيلاقي إعجاب الجمهور والناس، والحمد لله بيكون لي صدى كويس. فدايما انا بحب احافظ على علاقتي بالناس اللي بتحبيني وبتفرج عليا. فمعلش انا بتاخر شويه، بس ده لظروف ان انا بدور دايما على الدور الكويس، لان احنا في مرحله يعني صعب نلاقي الدور الكويس بسهوله. فانا معلش انا بعتذر ان انا مش موجود السنه دي في رمضان، بس ان شاء الله هبقى موجود يعني على العيد الكبير ان شاء الله في فيلم، بس رمضان الجاي ان شاء الله هكون موجود معاكم.